أهلا بحضراتكم مرة تانية. نبدأ مع قداسة البابا في ملف جديد من الملفات اللي بنفتحها في حوالنا النهاردة. المهجر والصعيد من الأماكن. وإيه جاب المهجر للصعيد؟ المهجر والصعيد ما هو إيه اللي جابهم بقى؟ دول المجالين الكبار اللي صلينا وفكرنا كتير ولقينا أنهم محتاجين أنه التكامل اللي قداستك كنت بتكلمنا عنه ومحتاجين أكتر تركيز في الفترة اللي جاية. في اعتقاد قداسة البابا أفضل خدمة تقدم لأبناء الجيل الأول والجيل الثاني من اللي اتولدوا وعاشوا وكبروا في المهجر، تقدم خدمة كنسية إزاي؟ كيف تكون سريعة الإيقاع زي ما قداسة البابا؟ حضرتك تقصدي المهجر والسعيد؟ لا، مبدئياً المهجر، لأنه المهجر والسعيد هيكونوا جزئين كبار جداً من اهتمامات القناة، لكن المهجر مبدئياً يعني. طب أكلمك على السعيد الأول؟ طب ماشي طبعاً. لا، عشان السعيد هو الأقرب يعني. السعيد بصفة عامة كان مهملا خالص. في سنة 60 أو قبلها بسنوات قليلة ابتدى مشروع السد العالي، فالناس نظرت للسعيد شوية. جامعة أسيوط كجامعة في وسط السعيد، لكن الإهمال التنموي والإهمال في المجتمع كان واضح جدا، في حين ان الصعيد الكثافة السكانية اكتر من بحر، لكن هو ده اللي حصل يعني. جهود التنمية كانت ضعيفة. كمان في الصعيد كان في إبرشيات كبيرة. المتنيح سيدنا البابا الأنبا شنودة بنظرته الثاقبة قال، ومعرفته طبعا، انت عارفة ان البابا شنودة من أسيوط، فبمعرفته شكل الحياة فقرر ان الإبرشيات تقسم الكبيرة. مثلا أسيوط اظن فيها 7 إبرشيات، المنيا بالمثل، سوهاج فيها 3 أو 4 عدد من الإبرشيات. صار تركيز الأب الأسقف مع الأباء الكهنة مع الخدام مع الخادمات أوجد إنسان يتم رعايته روحيا وكنسيا جيدا، وبالتالي أوجد مواطن صالح في المجتمع. عندي سؤال قداسة البابا فيما يخص أنه إذا أهملت يعني إذا أهمل الوطن، أي وطن، مش عايز أتكلم بس على الاعتناء بالشخص، بيزود العبء على الكنيسة، بيزود العبء على المؤسسات المجتمع المدني. الكنيسة عملت دور أصله مضاعف، لأنه قامت بدورها الروحي، وكمان اتحط عليها عبء اجتماعي أحيانا وعبء تنموي في أوقات تانية. هي ليها الدور الاجتماعي ليه؟ ده من الجزء الأصيل في خدمة الكنيسة، يعني هي المساحة الأكبر الدور الروحي، الدور الثاني هو الدور الاجتماعي. لكن الدور الاجتماعي مش بيحل محل الدولة، يعني الدولة، وأنا بتكلم بصفة عامة، المجتمع مسؤول عن توفير كل الاحتياجات بتاعة أي شخص، أما الدولة إزاي؟ جهود التنمية، المدارس، المستشفيات، الجهود التنموية بصفة عامة مفروض ده دور الدولة أولا وأخيرا. الكنيسة بتعمل إيه؟ بتعمل بس مجرد مساعدة وليس إحلال محل، مساعدة. يعني الدولة مفروض المكان ده يبقى فيه 10 مدارس، الدولة ما قدرتش تعمل غير 3، إمكانيات الكنيسة قدرت تسمح بمدرسة بـ4 بس. لكن تقديم يد المساعدة بس، هو ده يعني. المستشفيات، المستشفى مثلا على بعد 25 كيلو من البلد دي، طيب ممكن أعمل مجموعة عيادات هنا، يبقى بساعد في جهود المستشفى. وبالمثل قداسة البابا، المنابر الإعلامية مفترض أنها تكون بتتحمل جزء من المسؤولية. طبعا الإعلام جزء من وعي الشعوب. إزاي إعلام ديني أو إعلام ليه هوية دينية واضحة ومعلنة يكون بيتبنى مساعدة الناس، مش بس في توضيح أو في نشر ثقافة ووعي، لكن كمان في النهوض بروحيات؟ طبعا كل ما أحط برامج روحية، كل ما أعمل تشجيع لملكات الإنسان الداخلية الروحية اللي جواه، تشجيع تفاعله في المجتمع، إبعاده عن روح التقوقع والإنعزالية، وده شيء مهم جدا، كل ما ساهم في كده وأقدم قدامه تجارب حلوة، تجربة جيدة، نموذج، ده المكان الفلاني شارك الناس دي عملوا. هحكي لك مرة
كانوا بيتكلموا على موضوع ختان الإناث، فجمعوا مجموعة من الكهنة وقعدوا مع بعض مدة أسبوع أو 10 أيام في فندق، ياخدوا حوارات في الصباح، ياخدوا محاضرات في الصباح وحوارات في المساء. ما عندكيش فكرة، ما كانوش عايزين يروحوا على آخر اللقاء، ده تجديد ذهن، مش عايزين يروحوا. أولا ربطوا صداقة قوية، ثانيا صار في تعارف وفي انفتاح على الآخر. أنا عرفت أخويا الشيخ وأنا عرفت أخويا الكاهن، إحنا على أرض مصر، وده جاي من البلد الفلانية ودي من القرية دي، فبقى في نوع من الرياكشن القوي، ده بيصب في مصلحة الخدمة، مصلحة الوطن، حاجة من هذا القبيل. ده السعيد المهجر بقى قداسة البابا. برضو المهجر لمسات وعمل وخدمة سيدنا البابا الأنبا شنودة واضحة كده. البابا شنودة استلم المهجر وفيه كنائس معدودة على أصابع اليد الواحدة، وعلى دي كبرت الخدمة في المهجر، كبرت بصورة رائعة اللي بنشوفها النهاردة. وفعلا يعني زي ما بيقول الكتاب، كتير تعبوا وإحنا دخلنا على تعبهم. فهي أذكر قداسة البابا أنه في إحدى السفارات في دولة من دولة أوروبية بس مش قادرة أفتكر أنهي، لكن حد قال لقداسة البابا كنا بنعتبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمثابة سفارة، سفارة لمصر في أماكن كتير، لأنها كانت بتعرف الناس. هي سفارة شعبية، سفارة شعبية. آه طبعا الكنائس المصرية برا هي سفارات شعبية خالص، وصورة حلوة دي بشهادة سفرة وبشهادة دبلوماسيين ومسؤولين مصريين، أن الكنيسة القبطية أو الكنائس المصرية الموجودة في العالم وسيلة لحفظ التراث المصري ثم المسيحي. يعني مش بسهولة الواحد يلاقي فول وطعمية في دولة أوروبية، لكن يلاقي في الكنيسة. يعني بتفكروا كانوا قصب في عيد الأضاحي، وكانوا قصب ووزعوا القاس. مرة كنت في دولة أوروبية، جه عيد النيروز، الدولة دي مفيهاش نخل، مفيهاش جوافة، فاستورد الأب الأسقف استورد من مصر كمية جوافة وكمية بلح وحطوها في كيس كده، كل كيس فيه جوافاية وبلحتين، وابتدى نوزعهم على الشعب. الأجيال اللي طالعة يمسك الكيس ومستغرب، هو إيه ده؟ إيه ده؟ فالتراث، تراث. بالنسبة للمهجر، الأجيال اللي هجرت والأجيال اللي عمالة تنمو، الجيل التاني التالت الرابع، عايزين خدمات سريعة قصيرة، مش الحاجات اللي بتاخد مساحات كبيرة، ما فيش وقت، كله يعني زي نظام التكاوي كده، ومتنوعة. والحقيقة طاقة الشباب طاقة أكثر من رائعة، الطاقة الحيوية. حتى أنا دايما أنصح الأباء الكهنة، كونوا قريبين من الشباب عشان تفضلوا شباب. لو بعدت عن حقل الشباب وتبقى تخدم الأسر ومشاكل الأسر والحاجة دي، هتلاقي نفسك تعجز وشيل هم. فاخدم في حقل الشباب، خليك قريب منهم علشان تفضل بهذه الروح. الأجيال الجديدة تحتاج إنها تعرف الروتس، الجذور، جذور الكنيسة، جذور التاريخ. الحاجات المهمة جدا وأرجو أنكم تهتموا بيها، القصص التاريخية. هقولك إيه القصص التاريخية؟ قصة المسيحية، قصة الكنيسة القبطية، قصة الكتاب المقدس، قصة الحضارة المصرية. دي قصص لازم تبقى متكررة، تقدم بأكتر من لغة علشان ولادنا يعرفوا الجذور. اللي له تاريخ هيبقى له مستقبل. بنصلي قداسة البابا انه ده يتحقق في الوقت اللي جاي، وبنعهدك انه نفضل قناة شاب. ربنا يبارك. اخيرا قداسة البابا، عايزه في الملف الاعلامي، يعني نفسي اسال قداستك عن رؤيتك انه واحده من طرق تمويل العمل الاعلامي ودعمه، يعني مش تمويله عشان يبقى بروفيت او ربحي، هو شكل الاعلان. فايه رؤية قداسة البابا ورأيك في انه تكون قنوات دينيه فيها اعلان او فيها دعايه بشكل ما لخدمه الرساله والخدمه؟ يعني انا اتمنى انكم تعملوا اعلان عن عما يغذي العقل والروح.
كل حاجة بتغذي العقل والروح اعملوا عنها إعلان. حاجات الاستهلاكية يعني أظن إنها مش مناسبة. لكن كل ما يغذي العقل، كتاب جديد، قصة جديدة، برنامج جديد، منهج جديد، حاجة مهمة خالص، كاسيت أو يعني سيديهات أو DVD أو الوسائل الإعلامية بصفة عامة، يخش في كده مثلا الأيقونات، يخش في كده الموسيقى، دي حاجات كلها كويسة خالص. نرتقي بالأجل. قداسة البابا، قداستك ذكرت أنه تلفزيون، عفواً لا التليفون، أنه اعتدى على الحياة. أنا عايز أسأل عن التليفون وإزاي هو اعتدى على الحياة، وكمان إزاي التلفزيون أخد أو دخل في دور الكنيسة شوية. الحاجتين دول دي قصة تخيلية. الإنسان كان يعاني منه بيعمل كل حاجة بإيده، بالمجهود، بالفيزيكال وارك، بالعمل الجسماني. فابتدى يفكر يخترع أجهزة عشان توفر له الوقت والجهد. فاخترع الغسالة، اخترع التلاجة، اخترع البوتاجاز إلى آخره. لكن لما اخترع هذه الأجهزة الحياتية صار عنده وقت كتير فاضي. فابتدى يفكر يخترع حاجات تسلي الوقت، تملى الوقت الفاضي. من هنا كان بداية اختراع التلفزيون أو TV. بعد شوية تقدم العلم فاخترع PC اللي هم الكمبيوتر، وبتاع الكمبيوتر ياخد أشكال كتيرة زي ما احنا مش عارفين. لو افترضنا أن TV تزاوج مع PC فأصبره طفل. اسمه هذا الآيفون. الطفل اسمه، لا اسمه الموبايل، بلاش بلاش اعلانات اسمه الموبايل، واسمه النقال، واسمه الجوال، واسمه المحمول، واسمه السيلفون والهندي، له اسماء كده عشان بيدلعوه يعني. خلاص. وعلماء الاجتماع يقرروا حقيقه خطيره جدا، يقولوا منذ اختراع التليفون المحمول انتهى عصر الإنسانية. ليه؟ لأن صار التليفون يعبر عن الفردية. أنا لي رقم، حضرتك لك رقم. فنفترض أن في أسرة في البيت كان زمان عندهم تليفون واحد، الرقم ده بتاع بابا وماما وأخويا وأختي، ربما الجيران واللي تحت واللي فوق، مش كده؟ دلوقتي صار إيه؟ صار أن التليفون متاح ل 24 ساعة، وصار البيت الواحد فيه 5 تليفونات لأنهم 5 أفراد ربما أكتر، وصار كل واحد له رقم، وصار كل واحد له الفردية والخصوصية، وصارت هنا انعزالية. احنا عايشين ورا بعض في بيت لكن في نفس الوقت كل واحد لوحده. تفتكري حضرتك في الصور القديمة ان الولد لما كان يحب عايز يتكلم مكالمة ما يعرفهاش بابا وماما، يوم ياخد التليفون ويشيله بالسلك ويخش في اوضه بعيده ويقفل على نفسه الباب، ما عادش بقى الكلام خالص. خلاص. فده عمل تقسيم في الانسانيه، وصار الاعتماد على الاجهزه دي، التلفزيون، كمبيوتر او النت بقى طبعا، والتليفون، الثلاث اجهزه دول بالذات عملوا جفاف في المشاعر الانسانيه. أنا ممكن أقابل صاحبي أقول له أنا بحبك، صاحبي، ويقول لي برافو عليك في حاجة مثلا، نجحت في حاجة معينة، في تبادل للمشاعر. الأجهزة لا تتبادل المشاعر، عشان كده مثلا اختراع الكمبيوتر يسموه ستيوبد ماشين، آلة غبية فيهاش مشاعر. كترة قعدة الإنسان قدام الكمبيوتر أو التلفزيون أو استخدام الموبايل يقتل مشاعره، مشاعر إنسانية، ما هو مش بيبادل المشاعر دي، وبيقلل من قدراته الاجتماعية، غير بقى طبعا بيسرق الوقت، يلاقي نفسه قوي قدام الشاشة دي لكن ما يقدرش يلاقي نفسه يمكن في المجموعة أو في وسط الناس. أنا فاكر بنت خادمة كانت وياه خطها حلو، خطها حلو قوي، ودخلت فنون جميل، فلما طلع الكمبيوتر كانت متألمة جدا، الكمبيوتر هو اللي بيكتب، فن الخط ده راح، التجميل، وان الخط كله جاهز، كله جاهز.
فيهوش مشاعر. خلاص بابا، لانك فتحت النقطه دي، النقطه دي فيها محك كبير قوي، هو انه مش من الطبيعي اني اعاند التطور، لكن من الحكمه اني اتعامل معاه بوعي. الاستخدام الحسن والاستخدام المعتدل والاستخدام المتوازن. الاستخدام الحسن للشيء، كل بيت من بيوتنا فيه سكينه، السكينه دي بستخدمها مثلا في عمل المطبخ، ده الاستخدام الحسن. لكن لو السكينه دي اتخانقت فيها ويا واحد في البيت، استخدام سائل، مش حسن. والاستخدام المعتدل يعني ايه؟ المعتدل يعني مش طول الوقت موبايل مفتوح، في ناس تخليه مفتوح وجنب ودنها وهي نايمه، صحيا خطر، خطر. لازم التليفون يبعد على الاقل 3 متر على الاقل، يبعد عني وانا نايم ما دام مفتوح. استخدام المعتدل. الاستخدام المتوازن يعني ايه؟ يعني انا عندي 24 ساعه في اليوم، اوزعهم في ساعات للاكل، وفي ساعات للرياضه، وفي ساعات للعباده، في ساعات للنوم، في ساعات للقراءه، في ساعات للمشاهده، في ساعات للصداقه، في ساعات للعائله. اوزع يومك. لكن لما اقعد 12 ساعه على النت طول الوقت متاح، ما بقاش في توازن هنا. اتخيل، دايما اقولها للشباب كده، اتخيل دراعك اليمين بيكبر اكتر من دراعك الشمال، يبقى شكلك ايه؟ يقول لي مشوه. اهو انت كده بتشوه يومك. اليوم ال 24 ساعه وزعه صح، تعيش صح. قداسة البابا، بالرغم من ده كله، انا امبارح كده دخلت على تويتر ولقيت انه قداسة البابا بيكتب على تويتر بانتظام، ولقيت ايه وفكره او فكره او معايده لبقى. لسه كاتب بتاع النهارده دلوقتي، طبعا لسه ما شفتهاش. بس انا عايزه اسال قداستك على ثلاث انواع من التويتات اللي قداستك بتعمل. يا اما بتعمل ايه وعليها ريفلكشن روحي او كومنت، او بتقول كومنت. والمره الوحيده اللي لقيتك كاتب حاجه تخص شخص كانت معايده لنيابه الانبابا خالص، كانت في عيد رسالة سيدنا. استخدام التويتر قداستك، احنا فرحنا ان انا نلاقي قداسة البابا على تويتر، بس قداستك شفت ان ده مهم لخدمتك للتواصل في الزمن ده؟ اللي عجبني في تويتر انه محدد 140 حرف، بشرى لي كتير. فاولا لازم الواحد يختار الكلمه، ده 140 حرف. ثانيا لازم تكون الكلمات الكتب يعني مور افكتيف، فعاله واضحه. فهي رساله قصيره مؤثره، وفيها رساله للانسان انه يعيش بيها عمليه. وده كان اللي يهمني في تويتر. ثم انها وسيله تواصل لطيفه، وانا اقعد اقرا الاصحاح بتاع سفر الامثال واختار ايه واكتب عليها تعليق بسيط خالص، وتوصل للناس بسرعه. بس احنا عايزين نقول للناس تدريب اصحاح سفر الامثال، عشان ده تدريب قداستك برضو كتبته. سفر الامثال السفر الوحيد في الكتاب المقدس اللي عباره عن عبارات، كل عباره قائمه بذاتها، مش بيحكي قصه. عشان كده احيانا يسموه حبات اللؤلؤ، زي حبات لؤلؤ في خيط واحد. فمن التدريب الحياتيه ان الانسان يعيش امثال الحياه وخبرات الحياه مزخره في هذا السفر. وهو 30 اصحاح، 31 بحسب ايام الشهر. فكل يوم اختار الاصحاح بحسب تاريخ اليوم. النهارده 23 اختار 23، امبارح 22 مثلا، كنت مسافر تعبان، انشغلت، خلاص ما يجراش حاجه، بكره تقرا 23. بختار ايه واحده واكتب عليها سطر بس تعليق كده ببساطه شديده، يعني بحيث انه يذكر الانسان، يلفت نظره لحاجه كانت غايبه عنه، ينبهه لقصور موجود في حياته، يعني يضيف له بعد روحي طول اليوم. ويخلص الشهر نعيد السفر تاني، ويفضل السفر ده على طول. ده بالإضافة لأني بقرا في مجلات أخرى. لا ده تدريب لوحده كده يعني. قداسة البابا، بنستأذنك نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع قداسة البابا توادروس الثاني.